ومزيد من التفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. اختيار مصر لاستضافة هذه القمة يعكس دلالات كثيرة، منها تقدير العالم لجهود الدولة المصرية في هذا المجال، إلى جانب دلالات أخرى متعلقة بالجهود المحلية في البيئة التي تنفذها الدولة المصرية على أرض الواقع. قراءتك لهذا الاختيار وجهود الدولة المصرية في مجال الحفاظ على البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية؟ الحقيقة فندم هو طبعا إن اختيار مصر يأتي يعني جزء من العمل المتكامل والمجهود اللي بتقوم به الدولة المصرية في مجال حماية البيئة والحفاظ على البيئة ونوعية الحياة. يعني كل ده حضرتك تتويج لمجهودات الدولة المصرية في السنوات القليلة السابقة، لأن احنا كان لنا باع طويل في قضية التغيرات المناخية، واشتركنا مع المجتمع الدولي في العديد من المنتديات الدولية والاجتماعات، بداية من طبعا اتفاقية باريس وما تلاها من اجتماعات أخرى هامة وانتهاء بجلاسكو في COP26. وبالتالي فإن العالم كله والمجتمع الدولي لما بينظر إلى مصر وإلى الدولة المصرية فبيعتبرها نموذج يحتذى به في المنطقة وطبعا في قارة أفريقيا. وبالتالي اختيار مصر لتكون لتستضيف COP27 بالنيابة عن دولة أفريقيا، 54 دولة في قارة أفريقيا، ما هو إلا تتويج للجهود المصرية في مجال الحفاظ على البيئة. وطبعا ده يعني جهد ملموس المجتمع الدولي كله شافه. وأحب أقول لحضرتك وطبعا والسادة المشاهدين أن إن شاء الله COP27 اللي بيبدأ غدا إن شاء الله سيكون يعني نقطة تحول، وسيكون يعني علامة مميزة وفارقة في المجهودات المجتمع الدولي في مجال مواجهة التغيرات المناخية إن شاء الله. إذا تحدثنا دكتور عن جهود الدولة المصرية في الفترة السابقة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وأخيرا يعني كنا نرى من تصريحات من رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تشجيع على يعني الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي ويعني كل هذه المجالات الجديدة التي تدعم مسألة الاقتصاد الأخضر. قراءتك لهذه الجهود المصرية وإلى أين ربما تتجه في الفترة القادمة؟ الحقيقة فندم الدولة المصرية لما أعلنت أن هي المنهج الأساسي بتاعها للتنمية المستدامة هو الاقتصاد الأخضر، وده كان طبعا كان موجود في استراتيجية 2030 لرؤية مصر 2030، ولكن تم ترجمة هذه الاستراتيجية وهذا المنهج لمجهودات على أرض الواقع. يعني شفنا حضرتك أن هناك مشروعات رائدة عملاقة في المنطقة منها الهيدروجين الأخضر، وشفنا إزاي أن الدولة المصرية فعلا يعني عندها إصرار وعندها عزيمة قوية على القدوم إلى اقتحام مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بقوة. في شفنا المزارع الشمسية في بلبان، وشفنا طاقة الرياح، وشفنا الهيدروجين الأخضر، وده طبعا مشروع رائد وعملاق كبير جدا، فهذا في جانب الطاقة الجديدة والمتجددة. لكن شفنا أيضا أن زي ما سيادتك تفضلت أن دولة رئيس الوزراء كان موجود من يومين علشان خاطر يعني الاحتفال باحتضان المشروعات الناشئه الستارت ابس وايضا المشروعات الخضراء الذكيه. وهناك العديد يعني اكثر من 6200 مشروع اخضر ذكي تم استخدام في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكيه وكل هذه التطبيقات الحديثه في تطويعها علشان خاطر نقدر ان احنا يعني يكون لدينا أنشطة اقتصادية وأنشطة حياتية
تواجه التغيرات المناخيه، ويا اما ان هي تتكيف معها، يا اما ان هي تكون يعني سبب من اسباب تخفيف البصمه الكربونيه لمصر. فشفنا حضرتك مجهودات فعلا حقيقيه بتحدث، وهذا ليس تجميلا وهذا ليس تزيين، ولكنها هي دي الحقيقه اللي العالم بكره ان شاء الله هيشوفها على ارض مصر وعلى من مدينه السلام، مدينه شرم الشيخ ان شاء الله. يعني حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة، هو مسألة التكيف، يعني التكيف مع التغيرات المناخية اقتصاديا. دكتور، مصر تقوم بالكثير من الجهود في هذا المجال، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في مجالات مختلفة، والاستثمار في هذه المجالات كي تتكيف مع التقلبات أو مع التغيرات المناخية، هل يمكن بالفعل لذلك أن ينجح؟ هل نحن نرى الآن نتائج بالفعل ناجحة بسبب الجهود المصرية في هذا المجال؟ قراءتك لهذا الموضوع وأهميته. أولا يا فندم، هو موضوع التكيف هي معناها أن التغيرات المناخية قادمة لا محالة، ليس هناك مجال للتشكيك وليس مجال لسه لحد دلوقتي أن احنا يعني أصبح حقيقة. نعم. وبالتالي الدولة المصرية بتستعد، تتخذ إجراءات وقائية وإجراءات حمائية حتى يمكن أن نتكيف مع التداعيات والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، اللي هو يعني الوقاية خير من العلاج، وأن مبدأ الأخذ بالأحوط البريكوشن برنسبل هو المبدأ الذي اتبعته الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية عشان تحمي الأجيال القادمة، تستثمر في المستقبل يا فندم. فالدولة المصرية ما تفعله زي ما سيادتك تفضلت، هي بتتخذ مشروعات بتقوم فيها بالتكيف، وايضا ان المشروعات القوميه الكبرى من بنيه اساسيه وطرق وكباري الى اخره، ان هي تكون لديها القدره على المرونه والتصدي في تصميمها وفي انشائها وفي تشغيلها، عشان خاطر يعني ولا قدر الله ان تيجي التغيرات المناخيه التاثيرات بتاعتها في السنوات القادمه، فاحنا نكون مستعدين، بنيتنا الأساسية مستعدة، الناس مستعدين، اقتصادنا يكون لديه المرونة للتكيف. ده نقطة مهمة جدا يا فندم. نعم. مش بس احنا بنتكلم على المنشآت والأصول، ولكن أيضا بنتكلم على أن الاقتصاد يكون اقتصاد لديه المرونة الكافية للتصدي لمثل هذه الظاهرة. نعم. والتعامل مع ظاهرة التغير المناخ. أنا بشكرك طبعا شكر جزيلا دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.